اليوم كتير فخورين بتوقيعنا الاتفاقية مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والاتفاقية هاي المتكررة للسنة الثالثة على التوالي إن شاء الله، وإن شاء الله نكون قادرين نستمر كمان لقدام، ونكون قادرين نحن ندعم المؤسسات اللي بنفتخر فيها زي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. السبورت اللي عم بقدمه لنا يا CFI عم بيساهم بتعليم شباب وصبايا الأيتام بعد تخرجهم من دور الرعاية بعد سن 18 سنة. هذا طبعا بيؤدي بالاخر انهم ياخذوا education scholarship كامله، وبنهايه تخرجهم يقدروا يعتمدوا على حالهم. partnership مع CFI تمتد لاكثر من سنه، وان شاء الله انه بالاخر اثرها راح يكون مش بس على الشباب والصبايا المستفيدين، وكمان على المجتمعات اللي هم عايشين ضمنها.